بالرغم ان انا راجل مش اكاديمي يعني، او يعني ماليش اي صفه اكاديميه، لكن انا احب اقعد اقرا عن الجامعات كويس جدا، وافهم التجربه بتاعت الجامعات الكبيره اللي في الدنيا دي بقت كده ازاي. فلاحظت انه على سبيل المثال هم بيحطوا كده شويه حاجات يتفخروا بيها، فمثلا يقول ايه والله ده انا عندي نسبه الولاد اللي بيتخرجوا او الخريجين بتوعي اللي بيدخلوا سوق العمل كذا، انا عندي نسبه الحصول على درجات مش عارف الدكتوراه كذا، نسبه او عدد اللي حصلوا على مش عارف جائزه نوبل وجائزه فرانكلين كذا الخ الخ. احنا عندنا في زويل لسه يعني اكيد هيجي وقت وهيبقى في عندنا خريجين كمان ياخدوا نوبل وياخدوا اللي احسن من نوبل، لكن اتخرج من الجامعه بيشتغل بنسب قد ايه؟ دي نقطه مهمه جدا حضرتك اشرت ليها، لأن أحد المؤشرات القوية جدا لمدينة زويل ولأي مؤسسة علمية هو نسبة تشغيل خريجيها خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ التخرج. مدينة زويل الحمد لله نسبة تخريج خريجينا بتوصل 90% خلال الثلاثة أشهر الأولى من تخرج الطالب، ودي نسبة عالية جدا مقارنة بالمتوسط العالمي اللي هو حوالي 60% لجامعات مرموقة. أيضا احنا بنوصل 90% بنضاهي أكبر الجامعات على مستوى العالم.